في إطار فعاليات الملتقى الأول المنظم من طرف منظمة نساء الإصلاح تحت شعار نحو رؤية واعية لواقع المرأة الموريتانية، احتضنت القاعة الكبرى بمقر حزب تواصل عدة ندوات في هذا الإطار. البداية كانت بندوة تحت عنوان المرأة الموريتانية بين معطيات الواقع ورهانات المستقبل، تناوب على تقديمها كل من الدكتورة حاجة بنت البخاري والأستاذة توت بنت خطري والشيخة زينب بنت الددة، وعلق عليها كل من الأستاذة سالمة بنت زين والأستاذة عزيزة بنت جدو والأستاذة عائشة تويال. نختار هون نقول على ان احنا اذا قدمنا قراءه للواقع رقميه للواقع اللي تعيشه المراه، عندنا نظره خاصه بوضعيه المراه في مجتمعنا. اياك نلفت الانتباه على ان الاهتمام بها ليس حبا لسواد اعين النساء، وانما هو في اطار النظره الشموليه اللي يجب ان تكون لدينا من اجل حل مشاكل المجتمع. النشاط الثاني كان عبارة عن ندوة تحت عنوان المركز القانوني للمرأة في التشريع الموريتاني، قدمه الدكتور سيد بول سيد عبد الله والنائبة أمينة تنيانغ، وعلق عليها كل من سعداني من تخيطور والنائبة كجاتو مالك دالو. أبدا أن المرأة وصلت إلى ما تستحق، بالتالي ينبغي أن توصل دائما مستوى من النضال والتطلع إلى أن توصل لمرحلة خاصة في المجال الانتخابي والمجال السياسي ومجال إدارة المجتمع والشأن العام. يقرب لي بالمقابل على المرأة أن تستحضر في كل حال خصوصيتها الحضارية وميزاتها الوطنية بعيدة عن التقليد الأعمى والشرار ما أنتجته حضارات مختلفة ومخالفة. أما النشاط الآخر فكان عبارة عن ندوة بعنوان مقاربات النوع الاجتماعي ما لها وما عليها، ألقاها رئيس حزب تواصل محمد جميل المنصور، وعلقت عليها رئيسة المنظمة النسائية النائب توت بنت الطالب النافع. ندوة أخرى في ملتقى نساء الإصلاح بعنوان المرأة والشأن العام، قدمت الدكتورة المفيدة من سيد المختار والشيخة ينضو كوليبالي والنائب هندو من تدية. طريق وحيد للمرأة بولوج السياسة والوظائف الأخرى هي التعلم التعليم، هو الطريق الوحيد. هذا وتشارك في هذا الملتقى الأول لمنظمة نساء تواصل أكثر من 100 سيدة يمثلن 19 فرعا للمنظمة موزعة بين جميع ولايات الوطن، ويستمر 3 أيام.